وللحديث أكثر ينضم معي عبر الهاتف من أبها الكاتب الصحفي يحيى شبرقي. أهلا ومرحبا بك أستاذ يحيى في رئاسة العشرين. الله يحييك ويحيي السادة المشاهدين. في البداية بودنا الحديث عن السياحة في المملكة واستكشاف بعض الفرص والبرامج لبناء القدرات في هذا القطاع. بالنسبة للسياحة السعودية يعني أنا كتبت يعني ذات مرة قلت ستكون مفاجأة العالم، لأن المملكة العربية السعودية من الأشياء الجميلة فيها أن المتنقل للسياحة فيها حباها الله ببيئات مختلفة ومناخات مختلفة وعادات وتقاليد وثقافات، وصولا إلى الفلكلور، إلى المطبخ، إلى الأكلات الشعبية. فمثلا السائح الذي سيأتي إلى مدينة الرياض يقضي فيها 10 أيام، إذا انتقل منها دايركت إلى جازان سيشاهد فرق كبير جدا في البيئة والعادات والتقاليد. خليها انتقل من جيزان إلى منطقة عسير، منطقة ترتفع 2500 إلى 3000 عن سطح البحر، سيشاهد بيئة ومناخ وعادات وتقاليد وثقافة مختلفة تماما. فالسائح القادم إلى المملكة العربية السعودية لن تكفي أيام ولا أسابيع على أساس يتجول على بيئات ومناخات وعادات وآثار وحضارة وتقاليد. فستكون يعني السعودية هي المفاجأة السياحة العالمية، وبإذن الله تكون رقم صعب والحمد لله، أو رقم قوي في السياحة العالمية والحمد لله. يعني أن أصبح الآن لها وزارة ولها إمكانيات، ولا يستهان بقطاع السياحة، فهو من القطاعات ذات المداخيل العالية في العالم، بل إنها تجاوز بدون مبالغة مداخيل النفط في العالم. نعم نعم، وصفك دقيق، ولتعدد المناطق ويعني البيئات في المملكة العربية السعودية. حدثنا عن التحديات التي تواجه القطاع السياحي أصبحت واضحة ومؤثرة، ماذا يمكن أن تقدم مجموعة العشرين لتحفيز هذا القطاع؟ تقصد يعني عالميا؟ نعم. لعل من حسن الطالع، وأيضا كيف نستفيد منها داخل السعودية؟ أيضا مجموعة العشرين ستقدم السعودية فيها بعض المبادرات، وأيضا نستفيد من النماذج الخارجية في مجموعة العشرين نحن هنا في السعودية. ممكن من حسن الطالع ومن حسن حظ مجموعة العشرين أنها تناقش هذه الورقة ورئاسة العشرين في هذه الفترة وهذه الأيام عند المملكة العربية السعودية. تسمعني يا سمعي؟ هي أسمعك بوضوح، تفضل. كويس. أن المملكة العربية السعودية هي عندها الرئاسة هذه الأيام، ويناقش على طاولتها الآن، والسعودية تتبنى أكبر وأهم وأخطر ورقة اقتصادية على مستوى العالم. والسعودية عرف عنها يعني العمل الدؤوب، عرف عنها المبادرات الرائعة. فأنا أتوقع أنها ستنجح يعني مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية في إيجاد حلول في هذا الجانب. وطبعا مصيبة العالم كبيرة، فيتوقع يعني فقدان وظائف من بين 100 إلى 120 وظيفة في العالم، مليون. نعم. من 100 مليون إلى 120 مليون وظيفة. منظمة السياحة العالمية كانت يمكن، وهي موجودة أكيد على طاولة العشرين، توقعت 3 يعني سيناريوهات جيدة. والأول منها متفائل وكان يتوقع يعني أن ترفع قيود السفر في الأشهر القليلة القادمة مع انخفاض نسبة 58%، وهو ما يعادل 850 مليون سائح. نعم. في سيناريو ثاني توقعوا أيضا رفع القيود في سبتمبر القادم، وبيكون الانخفاض بيصعد إلى 70%، وهو ما يعادل 1 مليار سائح وهبوط بأكثر من $1 تريليون. الأكثر تشاؤم فيهم السيناريو الثالث، كان يفترض رفع القيود بعد ديسمبر، وهذا سيؤدي إلى انخفاض 78% من السياح، أي بمليار و140 مليون سائح. طيب. وخسائر تتجاوز $1 تريليون و200 مليار دولار. أستاذ يحيى، الآن كما تعلم أنه أكبر قطاع تضرر، من أكبر القطاعات التي تضررت في كوفيد 19 هي قطاع السياحة. الآن مناقشة تخفيف قيود السفر الدولية أيضا والعودة في النشاط السياحي تتطلب وقت لضمان سلامة الجميع، كيف يمكن تحسين مستوى إدارة الأزمات بين الدول؟ أنا أتوقع يعني أن منظمة العشرين أول شيء ستعمد بتكون انتقائية بانتقاء بعض الدول التي ترشحها يعني لمزيد من المرونة، الدول التي فيها يعني تقدم صحي وخدمات صحية يعني جيدة متقدمة،
مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانيا إيطاليا اليونان، وتعطيها مساحة أكثر في عملية تدفق السياح لهذا البلدان. وأتوقع أنها تحجم نوعا ما على البلدان المتأخرة والمعروفة أنها سياحية، ولكن خدماتها الطبية وخدماتها الصحية ليست أو ليس فيها الكنترول الكافي للمحافظة على السياح القادمين لهذه البلدان، والتي قد يعودون منها مصابين إلى بلدانهم. نعم. التي يعني أتوا منها. ولذلك في قيود يجب أن تفرض، في مرونة ستعطى، ولكن أرى أن تعطى للبلدان التي فيها كنترول على النواحي الصحية. نعم، شكرا لك أستاذ يحيى الشبرقي الكاتب الصحفي من أبها، شكرا لإثراء هذا الملف.